عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول: حب أهل بيتي نافع في 7 مواطن، أهوالهن عظيمة. أول موطن عند الوفاة، هذا له أهوال عظيمة، جاي أنت تنتقل الآن من الدنيا إلى عالم آخر، شي يعبر عنك القرآن الكريم في هذه الحالة؟ لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا الموقف وهذه الأهوال العظيمة النافع لك حبا للبيت، أول موطن عند الوفاة. الموطن الثاني في القبر، يا الله، في القبر ظلمات، يستغيث رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. ليش؟ لأن يشوف العذاب أمامه، يشوف الزبانية، يشوف أهوال كثيرة. يدفعه في القبر حب أهل البيت. الموطن الثالث عند النشور، إذا نشرت الصحف اقرأ كتابك، واويلاه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنق، حامل كتاب مال 70 سنة، حامل كتاب مال 80 سنة، وإذا يحمل كتاب 90 سنة ويتذكر كلام المولى زين العابدين عليه السلام: ويلي كلما طال عمري كثرت خطاياه، أما آمني أن أسلم من ربي. هذا كلام إلي وإليك، كل ما طال عمرنا الدفتر كبر، صار كبير، وين مخليها الدفتر حبيبي؟ بحلقك، شو تشيل انت؟ فايلات كثيره بي، ملفات متعدده. اقرا كتابك، ويدي مسكين يقرا كتاب الشيب، ليه يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا من الذي يخلصك وأنت تتأمل في كتابك؟ حب أهل البيت عليهم السلام. بعد عند الحساب، بعد عند الميزان، بعد عند الصراط، كل اللي تشوفه أنت على أهوال هذه حب أهل البيت. يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: ينفعك الحب في هذه المواطن.